إذا المستمعين الكرام ينطلق على بركة الله وتوفيقه الشوط الأول الرئيسي المخصص للحقائق القعدان من مسافة الكيلوين. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل لنلحق بركب المقدمة والصدارة. إذا توقيت الشوط الأول الرئيسي للحقائق البكار 3:04. نهني مالك طرب على حصولها على هذا التوقيت الممتاز والشوط الأول. ينطلق هذا الشوط والصدارة. نبدأ مع بديع لمحمد البلال الكباشي ينطلق مع المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني وهنا شاهين لجابر بن محمد بن جابر بن ذروة البريدي وتسلل وتجاوز وانطلاق من شاهين لأبو طاهر جادين. ينتقل الآن إلى المركز الثاني المركز الرابع يصل نواف علي بن عبد الله اليحيى. من قدم نوادر في الشوط الرئيسي يقدم نواف في هذا الشوط. المركز الخامس ننتقل الآن إلى حامل الرقم 8. هذا شعار من صاحب المركز الخامس غير مسجل؟ هل هو شعار بن حبيشة؟ إذن يبدو أن شعار سيد عبد الهادي بن حبيشة النابت. الأسماء متقاربة والكيلومتر الأخير دخلنا مستمعين الكرام. البداية مع بديع محمد البلال الكباشي جبر بن عبد الله مطر بن عبد الله الضابط الدوسري. إذن هو صاحب المركز الخامس. عودتنا للصدارة، عودتنا لبديع ولشاهين لبن ذروة وللكباشي محمد البلال الكباشي وجابر بن محمد بن ذروة البريدي. روح يا بن ذروة روح. المركز الثالث شوف الوصول شعار بن يحيى مع نواف علي بن عبد الله اليحيى. بن ذروة على مقدمة الشوط وأيضا الكباشي مع بديع بديع وشاهين. بديع يريد أن يبدع ويمتع وينطلق في صدارة هذا الشوط ولكن بن ذروة غير. بن ذروة جاوز إلى مقدمة الشوط جابر بن محمد بن ذروة البريدي. المركز الثالث بن يحيى ولكن بديع حرك. الكباشي راح الكباشي انطلق وشوف بن يحيى شوف نواف جاوز جاوز جاوز. يلي بتجاوز روح مع المركز الأول ومع المقدمة. وبن ذروة قادم بن ذروة قادم يا بن يحيى. ينطلق الآن مع شاهين جابر بن محمد بن ذروة ولكن سلام سلام بن يحيى سلام سلامي على شاهين وعلى انتزاع شاهين للمركز الأول. نهني السيد علي بن عبد الله اليحيى على فوز نواف وانتزاعه للمركز الأول. ويبدو أنه من سلالة نواف تستاهل. المركز الثاني بديع للسيد محمد البلال الكباش. المركز الثالث شعار بن ذروة مع شاهين والتوقيت الزمني للحظات وصول. إذن نعتذر أيضا من التوقيت في هذا الشوط ولكن سوف نوافيكم إن شاء الله بالتوقيت الزمني. إخوان شما ما يقصرون اللي وقت لنا شيء. إذن ثاني